دي قفشه واحد من النجوم الكبيره جدا. وحشتنا يا مجدي، ويعني وحشتنا ان احنا نشوفك على شاشه قناه النادي الاهلي ونشوفك على الميديا. مش هسالك سؤال غير في البدايه، ليه قفشه بعيد عن السوشيال ميديا وبعيد عن اللقاءات؟ انا عارف ان ده يحترم بشكل كبير ليك، لكن هي رؤيه، كلمني ليه انت بعيد بشكل عام. حبيبي كيمو، طبعا برحب بيك وبرحب بالكابتن اسلام الشاطر، طبعا كل سنه وهو طيب. والله يا كريم، يعني ده احسن وده افضل. احيانا لما بشوف حاجات بتضايق، يعني مش بتضايق عشان هي مثلا عليا حلوه او وحشه، لكن الطريقه وطريقه الكلام وطريقه اللي واحد عايز يوصل لحد رساله ما بتبقاش كويسه، فمش بتاعتي يعني، فما بحبش اركز فيه. ما عنديش ولا فيسبوك قبل كده ولا تويتر ولا اتكلمت الكلام ده كله. احيانا ما بيعجبنيش طريقه حتى الانتقاد على اللعيبه او عليا او ايا كان. الجماهير ما بتبقاش فاهمه، الجماهير غصب عنها طيبين وغلابه، بيحبوا النادي، عايزين النادي يفرح وبتاع، لكن هم ممكن عشان هم طيبين زي ده عايزهم، مش فاهمين البوزيشن اللي انت بتلعب في الملعب،